سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا كلكم على خير وبخير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. شحال هذه ما صورت، وي ما عندي حتى شي حاجه ما صور، جلاس في الدار ما كنخرج فين. من اخر خطره خرجت درت لي كوكس، ما عمرني باقي خرجت، راجلي هو اللي خرج من موراها. شو كديري انتيا؟ كلي ويلي. المهم البنات ما تسديوش عليها، راه شويه هارب ليها. قلت لكم ما عمرني خرجت غير جالسه في الدار. الوغ بنات كيصيفطوا لي بزاف على انستغرام من صوره غبرتي، توحشناك توحشناك اوسي توحشكم بزاف بزاف. قلت نرجع لكم اليوم فيديو، حطيت لكم بوست في انستغرام، قلت لكم خيروني بين زوج الحوايج وابخي غنجاوبكم في فيديو هاد العشيه هادي ان شاء الله. وفوالا وصلوني بزاف ديال لو خيروك. المهم ماشي بزاف بزاف، شويه غنجاوب عليهم دابا في هاد لا فيديو هادي. اش كضحكي انت؟ شفتيهم بعدا؟ شفتيهم؟ ماشي كلشي فيهم التليفون. ها هو انا اللي غنقراهم. اختي غتقراهم وانا غنجاوب. باش كيكون شعرك؟ تحكمي ليها كيكون شعرها، باش يدير شي مصيبة. والله إلا مالك يخليك دير أي حاجة. صباحي نرجع هكا شوية. شوفي هنايا. دابا شحال عندها ديال ستوري؟ يلاه دابا حنا قلنا راه قريدين، غادي تمشي نبدا من فين؟ من التحت ولا من الفوق؟ بدي من التحت أكيد، من أول سؤال. أوه عطيني زعما في راسي. C'est ton époux t'oblige à arrêter ton travail sur YouTube. Tu le feras ou pas? Oh non. Tu le feras ou non? Ok, قالت لي الا راجلك خيرك بانك تكملي خدمتك في يوتيوب ولا تحبسي، زعما شنو غادي نختار؟ اكيد غنختار انني نكمل يوتيوب باسكو كتعجبني يوتيوب، ماشي حيت انا غنعرض الهضره لراجلي. مي هي اصلا راجلي ماشي من داك النوع اللي غادي يقول لي هادي ولا هادي، جامي ما غاديش يقولها. وحتى لو كان يقولها انا ماشي ديك المره اللي نخلي الراجل اللي يسيطر علي. شفتي كنشوف عينيك كان نو نو ما نقدر ما نستحملش ان الراجل زعما يقول لي هذه. اصلا ما يوصلوش لهذ المرحله حيت ماشي بحال هكا، ماشي بحال هكا كوي. يعني خصنا نتفاهموا اي حاجه نتفاهموا عليها، ولكن يقول لي اكيد نقول ليه نو 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 غندير داكشي. صافي السؤال الاول دوزتي. المهم دوز يلا ندوز على كيسيون نيميرو 2. وي تعيشي في بلادك ولا فين كاينه دابا؟ نعيش في بلادي ولا فين كاينه دابا؟ انا جادوغ المغرب، ما كرهتش نعيش في المغرب، ولكن كاين لو كان يتحط شويه د الحوايج من هنا الى المغرب غادي تكون مانيفيك. ولكن عايشه في بلادك ولا في المغرب؟ هذا هو السؤال. هذا هو السؤال. بلادي، جادوغ بلادي، نعيش في بلادي. يلا لو خيروك بين الشتاء والصيف كنحماق عليك، بيزو لينا وغاغا. بيزو مني ليك حتى انتيا. واش الا خيروني بين الشتاء والصيف؟ كيعجبوني بجوج، ولكن كنفضل الصيف، كيعطيك طاقه وحيويه وتبغي تنوضي وتشمئي وتشقاي وتخرجي وتدوري. باغ كونطخ الشتا كيجيب لي داك الجو ديال غير نبقى ناعسه على الفراش. المهم كي الصيف ولا نفس لا كيسيون معاوده معاوده، واحد شي واحد اخر كتبها لك. الصيف ولا الشتا ثاني؟ صافي الصيف. جو دو فيديو او جو دو سوسيتي؟ زعما الالعاب نلعب هكا الكترونيك ولا سوسيتي؟ جو بريفير سوسيتي، انا ماشي من داك النوع كاع اللي كيعجبوني الالعاب ديال لي فيديو بتاتا البتا. مش بريفير هكا نبقى نشوف الناس تلعبوا عليهم، كاين شويه ديال البليزير انني نتفرج نتفرج في الواحد، ولكن باش نلعبهم انا لا. حتى كاع ملي كنت صغيره نو جو بريفير با. دوز لا كيسيون ثاني اكيد. واحد البنت قالت لك واش شوبينغ ولا سفر؟ شوبينغ شوبينغ بليا. سفر اصلا واخا كاع تسافري سي با بوسيبل انك تسافري كل نهار، ولكن تقدري ديري شوبينغ كل نهار. واخا تمشي تجيبي غير ماكر وغدا تجيبي صايا وغدا تجيبي صباط، ولكن حسي براسك انك خارجك ديري لي شوبينغ. المهم جو بريفير شوبينغ. لا كيسيون اخرى، واحد البنت قالت لك واش ريان ولا لينا؟ ريان ولا لينا؟ غنقول بزوج البنات لحقاش ما خصكش دير الفرق بين وليداتك. واخا اي ام ولا اي اب انا كنقول غيكون كيحس بشويه ديال المعزه لواحد في ولادو اكثر من الاخر، ولكن ما نقدرش نقولها اون بلان بوبليك اون بليس في فيديو. ما غاديش نبغي نجرح حتى شي واحد فيهم، داكشي علاش غنقول وليداتي بجوج عزيزين عليا الله يحفظهم لي الله يخليهم لي.
جوج اكيد. لا كيسيون واحده اخرى قالت لك انك تكوني بالماكياج او بدون ماكياج، يعني واش كنفضل راسي بمكياج ولا بلا مكياج؟ بصراحه انا ما عنديش فيهم مشكل بجوج، ولكن كنفضل بالمكياج. ما كنظنش ان شي حد كيفضل راسو بلا مكياج، لحقاش كوميم المكياج كيزيد شويه ديال الجمال، والا ما كانش غادي يكون محرم. واحد لا كيسيون اخرى شفت راسي فيها داك الشيء، عرفت كيف قالوا لك واش اختك في معزة ولادك او ولادك بالدرجه الاولى؟ واش اختي عزيزه عليا نفس القياس اللي عززنا ليا ولادي؟ واش اختك في معزة ولادك او لا ولادك بالدرجه الاولى؟ زعما واش اختي في معزة ولادي ولا ولادي اكثر من اختي؟ واضحه لا كيسيون. هادي اليوم الثالثه من عندي، اختي عز ليا من ولادي. والله سي فري، اختي راه اصلا كنعتبرها انا بنتي، وبحال تقول هي بنتي الاولانيه ابري جو ولادي، يعني كلهم وليداتي والاختي ديالي. حتى البنات نقول لك واحد الحاجه، اقسم بالله ما عمرني خرجت انا ويا لشي بلاصه هنا في بلجيكا وما قالوش لي راه بنتك. كلشي كيقول لي واش بنتك، كلشي كيقولها لي، كلشي 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 سي با بوسيبل. سبيطارات في لي مول الناس كنعرفوهم في لي ماكان، اي بلاصه مشينا لها كيقولوا لي بنتك، واش بنتك الاولانيه، قولي لبنتك، ديري لبنتك. كنقول لهم راه ماشي قولي لبنتك الزكرافه. انا والله ميكسكيوز. يلا انا المهم، لكن يلا بركه صافي. ندوزو لا كيسيون اخرى. قالوا لك واش يوتيوب ولا انستغرام؟ بزوج بزوج كيعجبوني بجوج. او انستغرام كيعجبني لحقاش جو تروف البليزير انني نصور التصويرات ونبوستيهم. انستغرام براتيك يعني دو شاك جور، يوتيوب ماشي ديال ديما. ايه ولكن بجوج انا بالنسبه ليا ما سولوكش انا ما سولوكش. وي انا غير قلت رايي مي ما عرفت. بزوج يلا سالي ولا او سكري؟ الحلو ولا المالح؟ انا لما اعطي لك الدبات انا نجاوبكم. لا دابا عرفتي شنو المشكله؟ جادور لي دو. نقول لكم انا كتاكل المالح كتقول بغي السكري، كتاكل السكري كتقول بغي السكري. قسما بالله كنت نعطيك دابا شي حاجه حلوه كتبغي مالحه، عاوتاني تكون دايره نضيف يعني وحق الله ما يمكنش انا غناكل شي حاجه حلوه قلنا هريك تمشي شي حاجه مالحه علاش كليتها لي ونوض نقلب على حاجه مالحه وناكلها، ولا كليت المالح خصني ضروري ناكل من مره حلوه، كنقول ضروري فمي خص تبقى فيه الحلاوه. لا بوغ فينير كناكلهم بجوج. عرفتي لي كيسيون ديال المغرب ولا بلجيكا كاينين معاودين بزاف، يعني كون هذوك لي بيرسون قالوا دي كيسيون اخرين تكون مزيانه، مي بزاف معاودين. عاوتاني هي المغرب ولا بلجيكا؟ المغرب. واحد البنت قالت لك واش مغربي او بلجيكي؟ شكون هو راجل؟ ما نعرف، كتبات غير مغربي او بلجيكا. كنظن انها الا كنتي قصدتي بين المغرب وبلجيكا فالمغرب اكيد، الا كنتي قصدتي زعما زوج مغربي او بلجيكي ما عنديش مشكل، بحال المغربي بحال بلجيكي اللي كتبوا ربي مرحبا، واللي كتب ديجا راه كتابين سي تخو طار اصلا انني يكون عندي الاختيار. اوكي كيسيون اخرى قالوا لك حبيبتي الى تعيشي في ماروك بلي كونديسيون ديال تما. سي هاد البنت هادي كتفهمني، باسكو يلاه قلتها لكم انا في الاول جو بريفير انني نكون عايشه في المغرب، ولكن يكونوا زايدين عليا شويه ديال التعديلات من اللي كاينين هنا في بلجيكا، هكا غتكون واحد الريزولتا بارفي، ولكن في كاع الاحوال كنفضل نعيش في بلادي. عاوتاني واحد لا كيسيون قلت لك فيها واش وردزات ولا مراكش؟ ملي كتبت لي وردزات ولا مراكش اكيد شي بنت كتعرفني كنت ساكنه في ورزازات. المهم تحيه للناس ديال ورزازات كاملين، البنات اللي ما كيعرفوش انك ساكنه في ورزازات مده ديال 11 عام. جادور ديك المدينه وجادور الناس ديالها، ولكن الا خيروني بين ورزازات ومراكش غنختار مراكش. حتى مراكش سكنت فيها بامال ديال الوقت، وبالنسبه لي هي احسن مدينه في المغرب كامله، وكنلقى فيها راحتي وكلشي كما قالت اختي راه احسن مدينه في العالم كاع. جادور 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 مراكش، وتحيه للناس المغرب كاملين، اي بلاد اي مدينه اي حاجه. من صراحه ما مسرياش المغرب كامل باش نجي جيه، ولكن جو بريفير مراكش، كنلقى فيها راحتي كنرتاح فيها جامبيا، فيها كلشي اللي بغيتي فيها. ولف وصافي تا ولف شي بلاصه كتشوفي احسن بلاصه. يلا ندوزو لا كيسيون اخرى. وي باقي بزاف الاسئله واش فيها؟ ماشي خاصني نعقل فين وصلت باش قربت. بقاو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة هاد لا كيسيون. يلا سير. واحد لا كيسيون كتقول واش تشربي البيض ولا الخل؟ الخل، ما عنديش مشكل انا نشرب الخل ولكن ما نشربش البيض. ندوزو لا كيسيون اخرى. خاصني نحسب اليوم تما هذيك ندوزو لا كيسيون اخرى شحال من خطره قلت فيها 100000 مره. كنسولك واش باقي اوتوماتيكمون صافي الجواب غادي تدوزي الكيسيون. اوكي دمي راه
يلا قال واحد لا كيسيون اخرى كتقول بين رحله للشاطئ او للجبال. رحله للبحر ولا للجبال؟ الجبال بس كنا ما نجربنا ماشي جربناها واحد الخطره. المهم ماشي البحر ديما راه شكا اي ولكن انا جو بريفير الجبال. الجبال هكا شي خيمه في الجبال اه وجو قطعوا لك راسك بحال اللي قالوا لك داروا لي قلت لك جو قطعوا لك راسك قطعوا لي انا وياك كنت نسيت نحب ديك معايا نقول لهم هيا عطيتها لكم كادو غنكون انا اللي قطعت لك راسك حلوه ديري اختي انا كنعس حداك كل ليله قطعي ليا زعما كنعس معاك في الدار زعما في نفس الدار ماشي في نفس الدار انك علاش تسنيتي تدي لي الجبل كنعس معاك انا اختي اختي راه مطروحه سيري ولكن مستحيل نخليك تنعسي جنارة على خاطرك انت ما كنتي عندي لا البارح جاية عندي مع شهر 4 سنين ولا 5 ياك 4 ولا 5 ولا ما عرفتش 4 وانا يلاه نعست مع هذيك جوج ونص انا صافي نعست جاية عندي مع 4 فاش وليتي هي ما عرفتهاش ولكن هي كتعرفك المهم ماشي مشكل مع احتراماتنا لهاد المرة انا بالنسبة لي جاتني عادي انها تهضر مي اختي بقيتها انها انورمال سؤال كويزين ماروكين او كويزين اوروبيان ما عرفتش مال الفرونسي معايا اليوم وليتي كتشوت هادي كثر من اللايف والله حتى كنهضر مزيان تيقو فيا تنهضر مزيان راه غير كطرا كطرا ويلا عرفتي الكاميرا كدير طك 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 يلا غادي ما بقاوش لي كيسيون بزاف المهم كنفضل الاكل المغربي اكيد ما كاينش احسن منه بالنسبه لي صافي انا بغمض المهم البنات قالوا لي زعما ما بقاش لي سباس و نسالي ودغيا تلقى قلنا ثلاثة ديال لي كيسيون يلا ما كنتش هكا الكاميرا وما كنت كنبان شويه انا هكا حبيبه هكا لا كيسيون كتقول ميزون ولا ابارتمون ابارتمون انا ميزون انا جو بريفير ابارتمون سي فري كو اش انا في دار ولكن كنفضل الابارتمون كلشي كنفضل يكون في طبق في طبق واحد كلشي زعما يكون نفس لي طاج طبق ونفضل شنو كيقولوا اتاج طبق اتاج ايطاج زعما يكونوا كاملين في ايطاج واحد طبق طبق يعني بيوت لي شومبر في صالون كوزينه كلشي نكونوا في بلاصه في ابارتمون يعني ما تكونش هذيك دوبليكس دوبليكس ويلي صافي الهضره تاع المهم ابارتمون كنت كتقسم ابارتمون جو بريفير ابارتمون تما ماما ديما كتهز معايا كتقول لي كنقول لها ويزار نشري دار كنقول لها غنشري ابارتمون كتقول لي وي واش انتي مسطيه واش الناس كيديروا الديور والطبقه فوق الطبقه والتحت يديروا المكازات ويديروا فيهم مشاريع ويديروا كنقول لها نو جو بريفير انا اللي شريت نشري ابارتمون هي صراحه زوينه بالناس اللي كي باغيين يكونوا عندهم اون بيت فامي صغيره مي الناس اللي كيكونوا باغيين يعني واش علاش عاوتاني كتسينيالي هذيك ديال السباس ماشي مشكل ندوزو لا كيسيون اخرى وي المهم البنات ما عرفتش كبدلت قبيله الكارت ميموار ولكن لقيتها هذه امره دابا مسحت شويه ديال الفيديوهات فوالا شنو بقى لينا كنا في ابارتمون ميزون جاوبتي ابارتمون دابا واحد لا كيسيون ما قبل الاخر كتقول اور او ديامون بين الذهب ولا الديامون وي ما كيعجبنيش الذهب بتاتا غنختار الديامون كيعجبني ولكن لو كان زعما خيروني في المجوهرات اون جينيرال كيعجبني اللؤلؤ وكيعجبني الياقوت مرجل نو والله الا جادور جادور اللؤلؤ لي بيرل والياقوت ما كيعجبنيش اصلا الذهب نفضل عليه النقره اوكي لا ديرنيير كتقول فلوس ولا صحه اكيد صحه الناس حقاش لخا عندك صحتك الفلوس ما غاديش يعوضوها سي فري داكشي علاش عندكم صحتكم الحمد لله ليل نهار على الصحه خلينا اكسبري هاد لا كيسيون في الاخر وهي بصح على اخر وحده
وانتم غير سبحان الله العظيم قليله بصحه البنات. غنقول لكم من عندكم صحتكم تغنيكم على اي حاجه في الدنيا. راه حقاش كاينين شي حوايج ميمكنش الصحه ميمكنش الفلوس تشريهم، وسورتو الصحه، الصحه ما كتشريش بالفلوس. كاينين شي امراض اللي ميمكنش لك تعالجهم واخا ما عرفتش شنو، ما كاينش ليهم الدواء، ما كاينش ليهم الحل، ما كاينش ليهم اغنى واحد في هذا العالم. يعني داكشي علاش الواحد ما نافعينك بوالو في داك ديك الحال. داكشي علاش الواحد يحمد الله ويشكره على صحته. وداكشي علاش جلسوا في ديوركم خصو يديكم خصو يديكم امور خصو يديكم رطبوها وحيت ركبت شقو نسيتي. يلا قلت لكم في الفيديو ديال لي صورات، ولكن راه اهم مهم خاصك تقولي كانت وي صبغه البنات. غسلوا يديكم غسلوا يديكم غسلوا يديكم وكلسوا في ديوركم الصغار غنيان حتى وليداتكم الصغار اللي عندكم يديهم. حنا راه رايحين هنا كيضلوا يغسلوا يدي اصلا. نينا حوتها كتضل كتعوم كتقول بيسين وكتمشي للبانوار وكتجلس فيه النهار وما طال. وانا ما بغيناش نغسلوها كدير شي زبله باش نغسلوا لها بزز منها. المهم جلسوا في ديوركم صبروا شويه ان شاء الله هادشي غادي يدوز وغادي نخرجوا وغادي نكليبيره وبحال تقول هادشي بحال تقولوا هادشي والله الا يلا دابا كما كنقولوا اغلبيه ماشي غير انا كنظن كاع الناس كيقول لك ما عجبنيش اشتي ما عجبنيش راسي هكا ما عجبنيش. دابا كنا كنتمناو غير كما كنا قبل والله كنتمنى غير ديك نخرج. كنقول لاختي ما كرهتش نمشي من هنا لاكار ونرجع حيت لاكار قريبه ليا للدار. كنقول لها ما كرهتش غندير هادي يعني ولينا طالبين غير شي حاجه بسيطه. داكشي اش كنطلبوا من الله انه يرفع علينا هذا البلاء في اقرب وقت واننا نكونوا خارجين باقل الخسائر لا بالنسبه للاقتصاد ديال البلدان لا بالنسبه للناس اللي غيموتوا ليهم والديهم ولا عائلاتهم ولا داكشي. جلسوا في ديوركم صبروا شويه باش ان شاء الله هادشي يدوز. و كما قلت لكم كنتمنى من الله انه يرفع علينا هذا البلاء في اقرب وقت ان شاء الله يا ربي، وتكون مغفره من الذنوب، يكون ربي يغفر لينا به ذنوبنا شويه، ويكون بزاف ديال الناس قربوا من الله في هذه الوقيته هذه. وصافي جلسوا في ديوركم وردوا بالكم. وهادشي انا فاش بديتي قولي ليا في الفيديو ديالي نتابي مع الناس ما عرفوش تقول ليا دابا خرجوا لك الدعوه بالله راه قبيله ما تنسى. والله الا خصكم تمشيو تتفرجوا في الفيديو ديالها كانت كتقول ليا شنو غنقول كنقول ليها فاش كتقول ليا فهادشي كنقول لها شنو هادشي كتقول ليا فهادشي. يعني انا راه ما دخلش لها لراسها، هي كتقول شي حاجه كتنوها في راسها انا خصني نعرف واش تي مسطيه. المهم البنات كنسوا عفاكم في ديوركم، ردوا البال لوليداتكم ردوا البال لراسكم. اللي عنده شي مريض في الدار الله يشافيه ليه، اللي مات ليه شي عزيز ولا غالي في هذه المصيبه هذه الله يجعل ربي يصبروا الله يبتل محبته بالصبر. تهلاو في راسكم بزاف 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 بزاف. جيسبر الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم. خليكم في ديوركم. يلا عمر قولها لهم عاوتاني. خليكم في ديوركم سمعتوا راه قال لكم خليكم في ديوركم راه ما كيخرجش راه الدار الدار ما كاينش. المهم جيسبر هذا الفيديو البنات يكون عجبكم. راين ما تحركش بزاف باش ما تحركش الكاميرا. جيسبر لا فيديو تكون عجبكم، جيسبر تكونوا ضحكتوا شويه، جيسبر تكونوا كما توحشتوني انا توحشتكم. بورا تا لا فيديو جاي ان شاء الله. تشاو تشاو تا لا فيديو جاي.